لا يتأتى عن طريق الصدفة ولا بضربة خط، إنما هو ثمرة طبيعية للجد والاجتهاد والعمل، يدفعنا إلى أفاق أرحب وبلوغ مستويات متقدمة في التميز والإبداع. إن وعي البشرية بأهمية وجودها في هذه الحياة تعتبر أهم، والله وقد وهبنا الأطفال لا لتأكل وتشرب فقط، إنما لننميها ونغذي عقولها لتصبح هذه الأطفال يوما رجال المستقبل وعماد الوطن. ونحن بدورنا نؤمن بأن كل طفل هو مبدع وخلاق، فالله لم يبخل عليهم بهذه النعمة، فلقد وهبها للجميع، وما علينا نحن المربون وأصحاب العطاء إلا أن نرشدهم ونهيئهم ليصبحوا عظماء، أصحاب مهن رفيعة وذوي أمجاد ورفعة بالمجتمع. للمجلس دور هام ومثمر في إنجاح أي مسيرة تربوية تعليمية، وخاصة عند مرحلة التأسيس، ويد واحدة لا تصفق، فبالدعم والمساندة نصل إلى هدفنا المنشود. أدعو الدكتور فراس عراف رئيس قسم المعارف في مجلس معلى يلقي كلمته فليتفضل. طبعا المجلس المحلي نتابع وندعم المسيرة التربوية في الروضات مثل باقي المؤسسات التربوية، ومهم جدا الموضوع اللامنهجي او الابداع عند الطلاب، اللي ممكن طلاب يكونوا ناجحين بالفعل في هذا المجال ويقووا ويثقلوا شخصيتهم، فنؤيد هذه البرامج وندعمها. وانا نعدد من الفتشي انه احنا عاملين الاحتفال هذا محلي، ورايحين يتم اختيار فعالية من هون والانتقال للمرحلة القطرية بتوقع، فنتأملكم فعالية شيقة وبالفعل الأولاد يستمتعوا فيها. وشكرا. لبيتم دعوتنا وشرفتم حفلنا وتجاوبتم معنا، فألف شكر لكم من الأعماق. اجتمعنا اليوم في هذا الحفل المهيب لنحيي نخبة من أطفالنا المبدعين، ولنشاهد جهود أطفالنا وهم يعزفون على أوتار الإبداع ويرددون لحن التفوق والإبداع. فالإبداع موهبة، والموهبة ميلادهم، والموهبة إبداع، والإبداع حياتهم. لذا فرعاية الموهوبين حق علينا وواجب، حق لهم وواجب علينا. ثروات نستثمرها وقدرات نوجهها، وهم أمانة نشارك في حملها الجميع. أخواني الأعزاء، إن الحرص على تنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطفل منذ الصغر أمر مهم جدا وهام، فالتحديات اليومية هي التي توسع فهمه لهذا العالم في التعاون مع البيئة بتاعنا. Yeah.
الحدود، وقيل عنه أن أفعل ما أستطيع مستخدما كل ما أملك أينما كنت. فصحيح أن الأسرة تشكل النواة الأولى في تنمية إبداع الطفل، إذ أن للمعلم الدور الأكبر في رعاية الإبداع، تربيته وتنميته. وها نحن اليوم يسعدنا أن نقدم لكم أبهر ما أبدعه الأطفال، آملين أن تقضوا معا وقتا شيقا. في فقرة كانت مفاجأة لي كمان، فإن طفلة حابة ترحب جمهور الكل. حضرك لدير يلا على المسرح، هاي قبل فقرتنا. ويها أهلا وسهلا بيكم، ويها كلوا لك تحويكم، ويها الله الفاق يخليكم، ويها طالما تشوف دايما تشوف وجوهكم. هذا أجمل إبداع. وجدت الغرف جميلة، والمطبخ هل هو
جميل جميل. لا لن أبقى، البيت يعجبني أما الجيران فلا. عندما ما أحلى الطفولة، كل شيء لي أنا، إنها دنيا جميلة حققت كل المنى. ليتني حلم جميل ونهاري أغنيات. ليس لي من عمل يشغلني أو واجبات، لا هموم ولا شقاء، كل أيامي هنا. ليتني أبقى صغيرا، كل شيء لي أنا. تبوسني أمي في التخت كل يوم، تقول يا ابني حان وقت النوم. أظل في السرير والكل ساهرون، والولد الصغير معذب النوم. ولا أدري فينظر الأهل رمي كفاك يا طفل، قال إننا فضل عن الصغار. شاك هذا غير من عمل الكبار. يا أمي يا حب الأهواء، يا قلبا أعشق الدنيا، يا شمس تشرق في أفق، وردا في العمر جدا. يا كل الدنيا يا أملي، أنت الإخلاص ومعنى، أنت عطاء من ربي. كيف أحيا لولاك؟ ماذا أهديك من الدنيا؟ قلبي أم عيني أماه أماه أماه. كم سهرت ليلا في مرض تبكي وتنادي رباه، طفلي وحبيبي يا ربي، أملا في الصحة أتمناه. أمه أمه كم أحبك، أحبك يا بهجة قلبي ومنى. شكرا للأطفال. بس متأسفة تقسيمها. يلا ورق أخضر.
أخضر نور الأمل تلبسه دوما كالحللي لا تخشي يا ريح اشتدي تغمض في الثلج في البرد ترفع أخطانك كالأيدي سماء تنطق في الوادي عناد في الضي للشجر العطشان هدية تغني شكرا شكرا يا مطر يا أطفال انتظروا انتظروا يا قريبا سيطيب الثمر صوت عالي دمتي لا خير يا
Demo.
بكرك عم تفتح. يلا بينا يلا الوقت وراح بالصبر طيبة يغير الأحوال. يلي معك المال برد الفقر نور عم تغيبي برد الفقر نور عم تعيش مثل صغيرة تحلم أن تصير أميرة تحب الطبيعة الغنية تعرف أن هوى السماء. وذات يوم الوزير الشرير بدون أن يصل الأمير أمر العمال في قلع الأشجار العمال قالت لا تردوا على الوزير الشرير فهو يخدع أمير. لا تقطع الأشجار لأنها تعطينا الثمار. غضب الوزير الشرير واخبر الأمير. وفي أحد الأيام رأت رجلا يشعل النار قرب الأشجار. كان هذا الوزير الشرير يحاول أن يتلف الكثير ويسبب التدمير. قالت له ليلى ماذا تحرق الطبيعة والمناظر البديعة؟ أنت تشعل النار فتؤذي الأزهار وتزعل الصغار. ألا تعلم أن الدخان يلوث الهواء ويفسد الفضاء؟ غضب الوزير الشرير وأخبر الأمير. وفي مرة أخرى ذهبت ليلى لزيارة الأصدقاء. كان الوزير الشرير يرمي النفايات في الماء. قالت له ليلى خطرة هذا الماء من السماء. غضب الوزير الشرير وأخبر الأمير. كانت الطبيعة تسمع ليلى وتضحك بسرور وقررت أن تهدي أحلى فستان من الورد والريحان. وصارت ليلى تلبس الفستان وفي أحد الأيام خرج الأمير في المملكة يسير واستغرب من الطبيعة التي كانت بديعة وصارت مريعة. كيف نستغرب؟ يلا يلا. ما كان على الفراشات الثلاثة اللي ماتوا البعيد إلا إنهم يرجعوا للزنبق والبقوة وشو يقولون؟ خبونا عنكم خبونا يا الوردة أحمونا خبونا عنكم خبونا يا الوردة أحمونا خبونا عنكم خبونا والسهرات الثلاثة اللي بحبوا الفراشات رحموا بهالفكرة لكن مالوا المحل بسع فكرة الفراشات. خلينا نشوف دائماً يتساعدوا مع بعضهم. رفضوا هالفكرة وبين الحزن عليهم. لكن فجأة ضوت الدنيا. مين طلع؟ الشمس اللي بدونها ما بيقدر يحيا.